واحنا مين واحنا مين واحنا مين واحنا مين ولاد الشعب المقهورين ولاد الشعب المقهورين سومية في الأمانة سومية في الأمانة ولاد الشعب السنزانة ولاد الشعب السنزانة. هذه الوقفة جات ماشي أول وقفة، راه كانت وقفات أخرى، وهذه التنسيقية تخلقت في هذا سنة 2015، واليوم جات هذه الوقفة هذه من بعد ما صادق مجلس المستشارين على واحد العدد ديال التعديلات نتاع القانون نتاع التقاعد اللي كيهم نظام المعاشات المدنية، وبالأساس زيادة في سن التقاعد 63 سنة، كذلك النقص في الأجور من خلال الرفع من الاقتطاعات، وكذلك تقليص المعاشات من خلال تخفيض النسبة، وكذلك احتساب معدل الأجور تاع 8 سنوات عوض آخر أجرة. هذا الشيء كله خلى واحد السخط كبير وسط الموظفين. حنا نهار وقعنا كموظفين ودخلنا الوظيفة العمومية وقعنا واحد العقد مع الدولة، وقعنا عقد اللي هو سيقول بأننا عندنا تقاعد بكامله وما كاينش عندنا شي اقتطاع معين، وإذا به في أواخر السنوات ديالنا ديال الشغال تلقاو بأننا داك الشغال اللي شغلنا حنا على الناس اللي تقاعدوا قبل منا خصنا عاوتاني ناس أخرين يتقاعدوا خصهم يخدموا علينا. إذا إلا حنا غادي يزول لنا واحد الرصيد من 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 الصالير ديالنا، وكاين شي واحد تيعتبروا بانه ضئيل ولو انه راه غادي يديك للطبيب غادي يخلص لك راه الى اخره، ولكن هذا غير منطقي انني واحد الوقيته وقعت على واحد الحاجه وتنجي في واحد الوقيته نقول لا ما بقاش عندك ذاك الحق. قالت بلا حدود بالصمود والتضحيه نكسر كل القيود، ايضالات الموظف ايضالات بلا حدود حاضر اليوم ليس بصفتي كبرلماني، ولكنني حاضر بصفتي كمناضل، مناضل مؤمن بأن النضال يوجد من داخل المؤسسات ومن خارج المؤسسات. حضرت على أساس أنه حاضر مجموعة الموظفين، وأنا كموظف حاضر للدفاع عن حقوق الموظفين، لكنني استغربت أنه يتم منعي من حقي في التظاهر والاحتجاج الذي تكفله كل مواقيت الدولية. وأنا جئت للاحتجاج بعد أن استنفدت كل الوسائل المتاحة لي في مجلس المستشارين، من حيث احنا أوقفنا هذه القوانين لمدة 6 أشهر وكان الموظفون آنذاك في دار يغفلون، وقمنا أيضا بالاحتجاج وسجلنا ما يرج داخل الجلسة ونشرناه ليعرف الموظفون ما يحاكوا ضدهم. ثم نلت تنبيها من مكتب مجلس المستشارين لأول مرة في التاريخ كتوقع، لأنني سجلت ما كان يروج لأنهم ما باغينش الموظفين يعرفوا شنو اللي كاين.